قالت صحيفة ديلي تيليغراف إن الروس ألقوا القبض على مقاتل في الجيش الأوكراني بريطاني الجنسية. التلفزيون العام الروسي بث مساء الخميس صوراً لشاب مكبل اليدين ومصاب بجرح في جبهته. قال إنه يدعى آيدن أسلين ويبلغ من العمر 28 عاماً. الصحيفة ذكرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتفاق جنيف بشأن أسرى الحرب، مشيرة إلى أن آيدن هو عضو نشط في القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي فهو أسير حرب ويجب أن يعامل بإنسانية. دعا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الفرنسيين إلى التصويت لإيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 24 من نيسان أبريل. هولاند وفي حديث صحفي قال إن الأمر الأساسي هو تماسك فرنسا ومستقبلها الأوروبي، وأضاف إن المرشح اليميني المتطرف مارين لوبان ستشكك في مبادئنا وقيمنا. حذر البنك الدولي من ازدياد مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب. وفي آخر تحديث لتوقعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إن الضغوط التضخمية التي أحدثها وباء كوفيد-19 من المرجح أن تتفاقم بسبب حرب روسيا ضد جارتها. في الصومال، أدى أعضاء البرلمان اليمين بعد انتخابات تأجلت طويلاً وشهدت فوضى اتسمت بالعنف والصراع على السلطة بين زعماء البلاد. وجرت مراسم أداء اليمين لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار. رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وخلال الحفل قال لقد توجب علينا أن نواجه تحديات ومحاولات لمنعنا الوصول إلى هذا اليوم، لكنني سعيد جداً بحضور مراسم أداء القسم. في الخبر الأخير، كشفت مجموعة ميتا المالكة لشبكتي فيسبوك وإنستغرام عن استحداث أداة جديدة لتطبيق واتساب، وهي مجتمعات للدردشة يمكن للمشرف عليها مخاطبة عدد كبير من الأشخاص، كما تتوفر فيها حماية أفضل ضد الانتهاكات التي تشهدها خدمات المراسلة. الأداة الجديدة ستضم عدداً من مجموعات الدردشة القائمة، ومنها على سبيل المثال مجموعات ذوي التلاميذ من فصول مختلفة من نفس المدرسة، أو حتى سكان الشارع الذين يشاركون أساساً في مجموعة أو أكثر من مجموعات الأحياء.